أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة لتطورات المشهد الجزائري. نتوقف في فقرة اليوم في تقييم أولي أو في أول فقرة نتوقف في تقييم لحراك أمس الجمعة 16، الرد الواضح على بن صالح وعلى من بين أو من عين بالأحرى بن صالح بالخروج الحاشد مرة أخرى للجزائريين في أول جمعة بعد رمضان. هم الذين خرجوا بكل إصرار في رمضان برغم مشقة الصيام، برغم الحر، وبرغم كل محاولات تفريق الجزائريين. نتوقف كذلك عند افتتاحية الجيش مرة أخرى والجدل التي تثيره افتتاحيتها وموقف المؤسسة العسكرية. نتوقف كذلك عند أبعاد ودلالات ما حدث لخالد نزار في باريس وضربه بالعصا شابا جزائريا واجهه واتهمه بالإجرام وبما اقترفه في التسعينات. نتوقف كذلك عند دلالات غياب بن صالح وبدوي عن لقاء اليوم، لقاء نهائي لكأس الجمهورية في الجزائر، وحضور وزير الرياضة الذي تعرض إلى الإهانة من قبل لاعبين من فريق شبيبة بجاية الذين رفضوا في نهاية المباراة مصافحته. نتوقف كذلك عند أبعاد ودلالات هذا والمشهد العام في الجزائر. قبل أن نبدأ النقاش نتوقف عند هذا التقرير. معنا في نقاش اليوم طارق مراح الناشط الحقوقي والمحامي عبر خدمة سكايب من الجزائر من تبسة بالذات، ومن سويسرا الناشط السياسي مراد صالحي. طارق مراح، جمعة 16، رد واضح على بن صالح ومن عين أو يريد فرض بن صالح. طارق مراح هل تسمعون؟ طارق هل تسمعون؟ يبدو أن طارق مراح لا يسمعنا. مراد صالحي، ما رأيك؟ تقييمك الجمعة 16، أول جمعة بعد رمضان، أهازيج حتى العيد وتكبيرات العيد، وإصرار مرة أخرى ورد على خطاب غداة، خطاب بن صالح، الخطاب الذي وصف بأنه لا حدث، تكرار نفس الخطاب، بالعكس تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي خطاب لبن صالح في 97 عندما كان رئيسا للمجلس الانتقالي الذي جاء بعد انقلاب 92، تقريبا نفس اللغة كما وصفت اللغة الخشبية، لغة الوعود، نفس الكلام. نعم أخي جمال، تحية لك، تحية المشاهدين الكرام. نعم خطاب بن صالح هذا يعني أنا شخصيا والشعب الجزائري يعني رد عليه عبر المسيرة تاع الجمعة الماضية عبر 48 ولاية، والرد كان يعني صريح وسريع ويعني مباشر.
إلا أن النظام ما زال يعني يعبث وما زال يعني يضيع الوقت. يعني كلام صالح ليس بالجديد، فهو عبد المأمور، ليس هو من أمر بإلقاء الخطاب أو أتى بهذا الحلول أو بالكلام الذي قاله، فهو يعني كتب له وأمر أن يقول للشعب الجزائري ما قال. أما الشعب الجزائري فهو يعني درج وعيه عالية ويعرف جيدا من هو صاحب القرار الآن في الجزائر، لا بن صالح ولا بدوي ولا حكومة ولا أي شيء. صاحب القرار اليوم أخي جمال هما يعني المجموعة، دعني أقول هناك مجلس عسكري خفي أول مرة هذه، حتى في السودان وفي مصر كنا نشوف يعني المجلس العسكري يعني يخرج برمته، ولا إحنا عندنا ممثل الجيش هو القائد صالح، وكاين يعني مجموعة من قادة الجيش اللي هي يعني خلف الستار، وهذا ليس جديد. لو نشوفوا هذه المؤشرات أخي جمال لا تختلف على النظام البوتفليقي، حيث كانت الرسائل، كان الرئيس لا يتكلم، وكانت مجموعة، وأنا ذاك كان الناس يعني ينسبها لمستشاره الشخصي وهو أخو الرئيس شقيقه. فهذا ليس بجديد، أنا أقول لك على أن النظام يحاول يعني ربح الوقت، والحراك راهو ماشي، والثورة راهي يعني تمشي يعني بسلميتها بقوة عبر جميع الولايات، يعني ما كانش جديد. طيب طارق مراه، هل تسمعني هذه المرة؟ طارق هل تسمعني طارق مراه؟ لا يبدو أن طارق مرة أخرى يسمعني. مراد يعني لافت أنه في هذا الحراك كذلك ذلك الإصرار برغم كل محاولات تقسيم الجزائريين، برغم الحملات الذباب الإلكتروني، بينما الواقع عندما يخرج الجزائريون والصور التي تظهر والفيديوهات تعطي الصورة الحقيقية. نعم أخي جمال، هي أرض الواقع يعني صورة حقيقية وصريحة والكل يعني يفهمها، إلا أن هناك في الجزائر يعني رغبة، ويعني رغبة وإصرار على كتمان هذه الحقيقة. يعني عجب والله، يعني نحير لما نشوف يعني القنوات الرسمية، وأكثر وأغلب القنوات يعني هذه الممولة من المال العام، هذه اللي تسمى القنوات يعني المستقلة، يعني ما تغطيش الحراك. فهذا يعني هناك يعني سياسة وكأنه هذه الناس اللي متشبقين في السلطة وخاصة في المؤسسة العسكرية وقادتها يتعمدوا على عدم سماع الحقيقة. يعني الكل سمع، يعني الكل سمع بكل الأجيال، بكل يعني مكونات الشعب الجزائري، يعني من أقصاها لأقصاها، من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب، كله خرج بصوت واحد رافض لهذا النظام، وليس لابن صالح ولا لانتخابات، رافض يعني لكل النظام. المشكل في الجزائر اليوم أن المؤسسة العسكرية لم تفهم بعد، الشعب الجزائري راهو رافض يعني منذ انقلاب حدود جيش الحدود عفوا سنة 1962 إلى كل التراكمات اللي دفعته اليوم يخرج يعني يرفض كل هذا النظام. كيف ترى أنه في الواضح أنه الشعارات صارت موجهة بشكل واضح لقايد صالح، كيف تقرأ دلالات ذلك؟ نعم، هو المعني بالأمر على خاطرش اليوم في الجزائر كاين مؤسسة واحدة ما اختارهاش الشعب للأسف، هي يعني اللي فرضت روحها على الشعب وعلى الجزائر منذ 2 سنين، وهي المؤسسة العسكرية. ولما نقول المؤسسة العسكرية وذكر للناس وذكر للأجيال وللشباب، نحن لا نقصد الجنود بل نقصد يعني السياسة الممنهجة داخل مؤسسة الجيش، في هرم الجيش، قادة الجيش. هؤلاء لم يفهموا بعد الشعارات، هم يحاولون من خلال بن صالح ومن خلال يعني التقسيمات ومن خلال الذباب الإلكتروني التلاعب بهذه الثورة. هم يعني لم يجدوا الفرصة بعد للانقضاض على الثورة، وكل المؤشرات أخي جمال تدل على أن هناك رغبة للانفلات على الثورة، وهذا يعني اللعب بالنار. طيب يبقى معنا مراد صالحي. طارق مراه، أرجو أنك تسمعني هذه المرة. أنا أسمعك جيدا. طيب طارق، أنت كنت في تبسة، خرجت طبعا تبسة على غرار مدن جزائرية أخرى، يخرج الجزائريون هذه الجمعة 16، كان خروج أمس ردا واضحا على بن صالح غداة خطابه وعلى من عين بن صالح، يعني على قايد صالح مثلا بشكل واضح مرة أخرى. نعم، مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
بالنسبه للخلل التقني وخارج عن منطقكم والخلل هنا في الجزائر، لان التدفق زايد جدا ونحن تقريبا اضعف دوله العالم في هذا المجال حسب اخر تصنيف. اما ما يتصل بالجمعه الفارطه، الجمعه التي رد فيها الجزائريون عن خطاب عبد القادر بن صالح، فقد كان الجزائريون على وضوح في رفع مطالبهم ردا واضحا على هذا الكلام الذي اعاده عبد القادر بن صالح على لسان من امره بكلمه في هذا البيان، الذي يشبه فيما يشبه يعني البيانات، تلك البيانات المستهلكه التي كان يكوها حسني مبارك، وكان يكوها يعني عبد العزيز بن علي، وكان يكوها القذافي. اللافت في هذا الصدد طارق انه بالتزامن الجزائريين رجعوا الى الارشيف وبثوا خطاب لابن صالح في 97 تقريبا نفس الكلام، الحوار وتحقيق والخروج من الازمه، يعني نفس اللغه الخشبيه، نفس لغه الخشب. نعم، أم بيان مسجل، وبصفه عبد القادر بن صالح له باع وطاع في قياده غرف التسجيل، وهو على راس غرف التسجيل منذ التسعينات الى يوم الناس هذا، فإن له خبرة في ملغ هذه البيانات الخشبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. من كان يعتقد ومن كان يتصور بأن الجزائريون سيتوقفون أو أن الجزائريين سيتوقفون عن هذه المسيرات وأنه سيترك المجال يعني لهم بأن يفعلوا ما يشاءون، فإنهم يعني واهمون وطال حلمهم، ولا زالوا يرون وسيرون بأن الجزائريين سيثبتون في الشوارع وسيظلون يعني على صوت واحد وسينسجمون في مطالب يعني واحده ما يعني في مشملها تصب في خيانه رحيل النظام وبقايا النظام. طيب ابقى معنا لو سمحت طارق مراح. حكيم صباحي الاستاذ الجامعيه تنضم الينا عبر الهاتف من بجايه، بجايه كذلك خرجت مثل الجزائر مدن اخرى من الجزائر. حكيم صبايحي، يعني واضح ذلك الإصرار يعني في الجمعة 16 على بن صالح وعلى منظومة الحكم وعلى من عين بن صالح، يعني في الشعارات كذلك، وأيضا كل ذلك العنفوان وذلك الحضور الشعبي من كل الأطياف من كل الأعمار وبكل الألوان. السلام عليكم. السلام. نعم، كانت مسيرة حشدة أمس في بجاية، مسيرة كبيرة وضخمة كالعادة، وشعارات هي تؤكد على ما لا يريد أن يقتنع به النظام فوق. بمعنى سبق وأن قلت هذه الفكرة، أن الشعب الجزائري قرر، الأمور واضحة، ما قاله ضيفك الكريم قبل قليل واضح جدا. هناك تراكمات جعلت الشعب الجزائري منذ عقود الآن، ليس عشرية أو عقدين من الزمن، منذ أكثر من نصف قرن والشعب الجزائري يتحملها. عندما قرر انتهى. هناك قطيعة بين الماضي الذي يريد أن يستمر، الماضي الفاسد، الماضي القبيح الذميم الذي يريد أن يستمر عبر الواجهة، لأن القايد صالح وبن صالح هم واجهة فقط، لكن هناك الظل الذي يحكم في الخفاء. هذا الإصرار على الاستمرار سيدفعون ثمنه بغباء كاسح. لا يريدون الاقتناع أن الشعب الجزائري لن يتراجع، وعلى الإطلاق مهما ناوروا ومهما فعلوا، ولاحظتم أنهم حاولوا كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواقع حتى من خلال بعض الاختراقات، ولكن هيهات، لا يمكنهم شيء. كيف تفسرين حكيمة يعني تعتيم واضح فيما يبدو من وسائل الإعلام عمومية وخاصة، القنوات التي كانت تبث بعضها حتى توم جيري في وقت الحراك يعني، ولم تغطي تلك المسيرات الحاشدة في العاصمة مثلا؟ نعم، سيندمون، وأنا أفضل أن نتحدث على مستوى الأشخاص.
ليتهم يتصرفون، ليتهم ينظمون أنفسهم في نقابات ويتوقفوا عن العمل ويحتجوا، لا يؤدون الخدمة العمومية، وهذا هو الأساس. إذا لم يتخذوا موقفا الآن، غدا أي بعد وقت قليل سيكون الوقت تأخر كثيرا. هنا فقط قناة الجزائر نيوز، أم حاولت أن أرى ماذا تبث القنوات، وجدتها تبث محترمة لثورة سلمية في مختلف الجزائر، هذا رائع. قناتكم أيضا أحييها في كل مرة، لو لم تكن موجودة ربما لبقيت لنا مواقع التواصل الاجتماعي فقط. قلت هذا لا تفسير له، وأعتقد أنه على إذا تحدثنا فقط على الضمير، ضمير المهني والضمير الوطني، هؤلاء الصحفيين الذين يعملون في هذه القنوات سيندمون، لأنهم لن يجدوا في المستقبل القريب إلا الاحتقار من طرف الشعب الجزائري. سيتم طردهم كما يفعل الشعب بممثل الحكومة الحالية المنبوذة من طرف الشعب. ابقي معنا حكيمة صبايحي قبل أن نعود لمواصلة النقاش في المحور المقبل، وهو افتتاحية مجلة الجيش والجدل المثار حولها. نتابع هذا التقرير ثم نعود. مراد صالحي، كيف تقرأ افتتاحية مجلة الجيش مرة أخرى والجدل الذي تثيره حول الخوض في السياسة، وفي مقابل هناك من يقول أين هو الإشكال؟ لماذا هذا الاعتراض على ما تقدمه من خارطة الطريق كأنها جاءت لشرح ما طرحه بن صالح، كأنه بن صالح خرج من قوسين السوجي بتعبير، ولكن ليس كاملا. أربع عناصر: خارطة الطريق، تمسك بالشرعية الدستورية، حوار جاد بين مختلف الأطياف، تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، وانتخاب خليفة للرئيس المخلوع بوتفليقة. نعم، جريدة الجيش هي يعني تعمل على شيطنة المرحلة الانتقالية، وهذا معروف. هم لا يريدون المرحلة الانتقالية، والسبب هو واضح. مرحلة انتقالية هي يعني دستور جديد، كتابة دستور جديد، يعني مجلس رئاسي مكون من بعض الشخصيات، والمجلس الرئاسي اللي يشارك فيه يعني ممثل الجيش، والمجلس الرئاسي والمرحلة الانتقالية راح تحط الجيش على عدم في المستقبل عدم تدخله في السياسة، فهي توقفهم. فلهذا هذا طبيعي من مجلة يعني تخدم مصالح الجيش والناطقة باسم الحكومة ولا الجيش ولا يعني ولا الطغمة الحاكمة. فلهذا هذا طبيعي. هم لا يريدون المرحلة الانتقالية، هم يريدون الذهاب إلى انتخابات يختاروا فيها الرئيس. وهل تدري لماذا أخي جمال؟
لأن الرئيس يكون وحيد مثل بوضياف ومثل زروال. أذكر لأن الرئيس الجديد ما يمكنش يعني يتحكم، الرئيس لما يكون وحيد يتحكم فيه المؤسسة العسكرية، وهذا يعني منذ الاستقلال معروف عبر التاريخ الجزائري، أي رئيس مختار من المؤسسة العسكرية فهي بالطبع تتحكم فيه أو تغتاله أو تلقيه أو تنحيه أو تدفعه للاستقالة. حتى الأمر يعني بشد حتى على أنه شد يعني من المؤسسة العسكرية، ولكن في آخر المطاف كان وحيد وتمكنوا يعني الإقالة يعني بطريقة يعني سهلة. فلهذا ولكن في موضوع المرحلة الانتقالية هو رفض واضح، والمرة الأخرى تأكيد لرفض المرحلة الانتقالية وتعبير كأنه المفتتاحية تعبر مرة أخرى وتشرح حواشي على ما خطابات قايد صالح، ولكن أليست الجزائر عمليا في هذه المرحلة الانتقالية التي يتم شيطنتها؟ أليس بن صالح رئيس انتقالي بين قوسين؟ لا، بن صالح أولا أو منعي، دعني أرجع إلى القايد صالح. لما نقول نائب وزير دفاع، من هو وزير دفاع؟ ولما نقول يعني سقوط حكومة ويحيى، القايد صالح كان نائب وزير دفاع في حكومة ويحيى، من عين بن صالح ومن عين بدوي، كل هذا يعني نفس النظام يحاول يعني يدير لنا يعني شطحة الديك، فهذا معروف. هذه ليست مرحلة انتقالية، والكل يجمع ويعرف على أنه بن صالح وقالها يعني شخصيا دستوريا. لو نعاودوا نرجعوا لدستورهم يا سيدي، خليني قال انا انسان مريض وعنده مرض وتعبان وراجل كبير وحاب يمشي يعني حتى الرئاسيات ويكون يعني الرئيس المنتخب الجديد يعطي له السلطه. فهذا بن صالح لا يمثل يعني اي شيء، هو يمثل هو بوق لمؤسسة، والكل يجمع اليوم على أنه الجيش هو صاحب القرار، هو الآمر وهو النهي يا أخي جمال. طيب هذا ما هوش السر. طيب طارق مراح، ما رأيك؟ ولكن هناك من يدافع في الجهة المقابلة على طرح هذه المؤسسة العسكرية وطرح الافتتاحية الجيش، يقول أليس هذا ما يريده الجزائريون؟ انتخابات أو لجنة مستقلة للانتخابات وانتخابات لخلافة بوتفليقة وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتمسك بشرعية دستورية بين قوسين. نعم، نحن متفقون في أن الحوار والانتخابات والتعبير السلمي عن رأي الشعب الجزائري في اختيار من يراه مناسبا لتسيير شأنه العام، مش باش يحكموا، باش يسير له الشأن العام، لازم نحو من حكايتنا هذه، لأنهم هما عندهم واحد الصورة نمطية على الحاكم والمحكوم، يرون بأن الحاكم هذا هو عبارة عن مسير لقطيع من البشر، ونخليه هو في مكانه، الشعب في مكانه، والعسكر ما يحكمش، العسكر ما يحكمش، لازم المدنيين هما اللي يحكموا، لأنه الشأن بتاعنا شأن مدني وليس شأنا عسكريا، والانتخابات لا يشرف عليها عبد القادر بن صالح ولا يشرف عليها بدوي اللذان يأتمراني بأوامر جهة من الفوق. نحن نريد حكومة يعني نابعة من الشعب الجزائري، نريد انتخابات، نعم نريد انتخابات، نريد حوار، ولكن ليس مع هؤلاء، نريد حوارا بناء بناء بلد والانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة. ما يبقوش نحن ندور في الزيت القديم هذا تاع عبد القادر بن صالح وتاع هذا تاع بدوي هذا، وهما الظالعان في عمليات فساد موثقة في الإعلام حتى عند الإعلاميين. أنا ما نقدروش نمشوا طيب، ولكن حتى أنصار هذا يقولون، أنصار رؤية قايد صالح المؤسسة العسكرية يقولون هم يعرفون بن صالح ذيل من ذيول العصابة، عصابة بوتفليقة، بدوي كان وزير داخلية بوتفليقة متهم بتزوير انتخابات وأيضا الاستمارات لبوتفليقة، ونفسه الأمين العام لوزارة الداخلية هو الآن وزير الداخلية في حكومة بدي، ولكن هم يقولون أن الجيش يتمسك بالمسار الدستوري ولكي لا يتهم بالانقلاب، وعليكم الصبر والثقة وحسن النية في الجيش، ليس بن صالح هو الذي سيكون له القرار في النهاية، إنما هو موجود سوريا فقط مثله مثل بدوي. ما ردك على هذا الكلام؟ واش قاعدين نديروا مالك يا عدو؟ شكليا انتم علاش قابلين احنا؟ علاش قابلين واحد على راس الدوله جلوسه على الكرسي وجلوس شكلي؟ واش دير به يعني؟ لا، انا ارى جدوى كمستمع لهذا الطرح، لا ارى جدوى من بقاء عبد القادر بن صالح في مكانه
ونريد أن نفهم وضعية الدولة الجزائرية ووضعية الشعب الجزائري وعلاقته بها. نحن نريد أن نكون في الصورة، يعني الشعب الجزائري هو الذي يقرر ما يريد، لأنه هو الذي خرج إلى الشارع، وهو الذي أطاح ببوتفليقة، وهو الذي ثم أنني أفتح قوسا في هذا المجال وفي هذا السياق، وأطرح سؤال على هؤلاء الدساترة كما نقولوا نحن، والدستوريين أكثر من دستور في حد ذاته. وش نعتبره هذا التمديد لعبد القادر بن صالح؟ هو دستوري أم غير دستوري؟ راح أقول المادة 102 من الدستور، المادة 102 من الدستور دستور واضحة وتقول بصريح العبارة في أجل أقصاه 90 يوم وتناطو. يعني هذا الدستور المفروض دستوريا بن صالح يذهب بتسع من جويلية المقبل، يعني هذا الدستور الذي يتم تشبث به تمديد لبن صالح غير دستوري، هو خرق آخر لهذا الدستور الذي خرقه بوتفليقة كم من مرة وفصله على مقاسي. نعم واضح الأمر، والتمديد هذا غير دستوري، لأن المادة واضحة وتناط، يعني المغزى والمسوغ الذي يجب أن يفهمه بن صالح وسبب وجوده في هذا المكان لمدة 90 يوم هو تنظيم الانتخابات في أجل أقصى 90 يوم. فإذا فشل في هذه المهمة فإنه حري به أن يغادر، والدستور هو الذي يطرده من مكانه، هو الذي سيطرده من أنه فشل في مهمة دستورية عظيمة جدا. ثم أنه هذا المخاض الذي يعيشه الجزائريون في هذه الشهور الأخيرة مخزاه هو انتخاب رئيس شرعي. نحن يعني كان عندنا بوتفليقة رئيس شرعي، ونحن خرجنا لأنه بوتفليقة غير شرعي. كيف تجيب لي انت رئيس من عندك انت وجيب لي انا بدوي ينظم الانتخابات بدوي مزور، وعبد القادر بن صالح مزور، وبوتفليقة مزور، وهذا كل عشر تصوير. طيب. وبارك التصوير. نحن نرفض هذا الوضع. طيب. وسنناظر وسنظل مناظرين الى اخر عرق فينا حتى رحيلهم، وعن اخر شخص. طيب ابقى معنا طارق براح. حكيم اصبعي كاستاذه جامعيه، يعني ما تحليلك يعني حتى من ناحيه التحليل افتتاحيات مجلة الجيش التي حتى من ناحية استعمال الكلمات، يعني مرة افتتاحية عنوانها القافلة تمر، الآن الافتتاحية غدا أمس بالتزامن، يعني صدور مجلة الجيش جاءت الافتتاحية كأنها تكمل لخطاب بن صالح. لماذا في رأيك تثير المؤسسة العسكرية كل هذا الجدل عبر المجلة المفروض التي تعبر عن الجيش ولا تخوض في السياسة، في مقابل هناك من يقول هناك أمر حاصل وهذه اقتراحات هناك من يرى فيها خارطة طريق معقولة أو يمكن ترجمتها لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، أيضا انتخاب خليفة لبوتفليقة، والتشبث بالدستور، ما رأيك؟ نعم، إذن قبل أن أتوقف قبل أن أحلل خطاب الجيش، تحليل قريب من الأكاديمي لكن الأقرب منه إلى الثورة في الشارع، أحب أن أحيي الشعب الجزائري العظيم. الشعب الجزائري الآن هو بصدد إنجاز تغييرا تاريخيا بمنتهى السلمية. المرة الوحيدة التي كان صادقا فيها خطاب الجيش أو لا أسأل الجيش، لأن قيادة الأركان أو الذين يمثلون الجيش ليس هم مؤسسة العسكرية، المهم المرة الوحيدة التي استعملوا لفظة دقيقة جدا قالوا عصابة. الشعب الجزائري الآن بصدد مواجهة عصابة استولت على الحكم، استولت على الجيش، أقحمت الجيش في السياسة، فرضت وتفرض على الشعب الجزائري حكومة يرفضها ويرفضها علنية بكل الطرق السلمية. إذن بالنسبة إلي خطاب المؤسسة العسكرية يحاول أن يستمر في محاولة استغباء الشعب الجزائري، فيعتقد أنه يمكن التضليل عن طريق استعمال
المطالب بالكلام فقط، الانتقال، المرحلة الانتقالية، الانتخابات، الحوار، هذه المطالب الأساسية التي نسمعها ونقرأها في المسيرات المليونية السلمية. لكن الأشخاص الذين سينفذون هذه الآليات أو هذه المطالب من هم؟ هم رموز الفساد، كيف سنتعامل مع هؤلاء؟ إذا بالنسبة إلي كأستاذة جامعية أعتقد أن خطاب الذي يكتب خطاب مقدمة الجيش أو الخطاب الذي يقوله القايد أو حتى الخطاب الذي ألقى الرئيس الانتقالي خطاب يكتبه شخص يعاني من انفصام شخصية، هذا في علم النفس بالنسبة إلي يعاني من مرض أسميه الخروج عن الزمن. هؤلاء يريدون أن يكونوا أربابا خالدين في الجزائر، لا يؤمنون بالتحولات الواقعية التي حدثت في الجزائر، لا يؤمنون بأن الشباب الجزائري قادر بتحقيق ميداني على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي والثقافي، تغيير، قادر على بناء جزائر جديدة عصرية. يعتقدون أنهم هم الأقدر والأجدر على تسيير الجزائر، وإذا ذهبهم فالجزائر ستذهب. طيب. فليجربوا، فليجربوا أن يتنحوا عن الصحة العامة للشعب الجزائري وسيرون الشباب ماذا سيفعل. طيب، يبقي معنا حكي مصباحي الأخضر بخلاف البرلماني عن العدالة والتنمية والقيادي في العدالة والتنمية، انضموا إلينا. سيد الأخضر بن خلاف، جمعة 16، رد واضح على بن صالح وعلى من يريد فرض بن صالح، ما تعليقك على هذا الموقف الواضح مرة أخرى والإصرار من الجزائريين، وأيضا ما تعليقك على افتتاحية الجيش التي جاءت بالتزامن مع حراك الجزائريين أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية عيدكم مبارك لكم ولجميع مشاهديكم. الجمعة 16 من مسيرات الشعب الجزائري عبر القطر الجزائري ككل أكدت بكل وضوح أنها ترفض رموز العصابة كي تسير هذه المرحلة وكي تنظم الانتخابات. رفعت شعارات واضحة، لا حوارات مع العصابات ولا انتخابات مع العصابات. والسؤال الذي يطرح اليوم، كيف يبقى هؤلاء في مناصبهم وكيف يفرضون أنفسهم على الشعب الجزائري وهو الذي رفضهم في مسيرات مليونية وبقي يرفضهم إلى اليوم، ويأتي بن صالح قبل أيام كي يتكلم وهو في الحقيقة لم يتكلم لأنه لا يعرف ماذا يقول وماذا يتكلم، جاء ليؤكد مرة أخرى أنه ما زال ينصب نفسه ويحتم نفسه على رقاب الجزائريين وهم يرفضونه. جاء ليؤكد بأن هذا العقد الذي يربطه مع الرئاسة وفي وظيفته في الرئاسة الذي كان بعقد يعني بمدة محددة، فهو مدد لنفسه وأصبح عقده بمدة غير محددة، أي نقل عقد عمله كما يقال بالفرنسية من عقد يعني سيدي إلى عقد سيدي، أي لمرحلة غير محددة، وهذا الهدف الذي كان يريد. طيب. أن ولكن أستاذ الأخضر، هل هو بن صالح الذي مدد لنفسه؟ ما أنت تعرف من عين بن صالح، يعني نحن نعرف جيدا من عين بن صالح وماذا يراد أن يفعل ببن صالح، ولكن يتحمل مسؤوليته التاريخية لأن الدستور الغير شرعي الذي وضعته العصابة والذي وضعته على المقاف هو الذي أوجد هذا الرجل، ومن ثم المرحلة تقتضي أنه لا يمكن العمل بهذا الدستور، دستور العصابة، بل نمضي إلى الشرعية الشعبية وليست الشرعية الدستورية، والشرعية الشعبية ترفض هذا الرجل كي يبقى على رأس الدولة ويسير الدولة ولا يفرض نفسه على الشعب الجزائري، وهو يقول لنا أنا من يحكمكم ومن أنا من ينظم الحوار وأدعوكم إلى الحوار، رغم أنه دعا إلى حوار من قبل وكان فاشلا ولم يحضره حتى هو
ودعا إلى انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية ولكن فشل فيها. كان الأولى على هؤلاء أن يذهبوا ويقدموا استقالتهم، ولكن ما زلنا بنفس الطريقة وبنفس العمل، أنه الذي يفشل في عمله ويفشل في ما يخطط له يرقى من جديد، فجاء كي تنتهي عهدته في 9 جويلية فمددها إلى أجل غير مسمى. طيب. ليحكم البلد ويقول أنا من يسلم المشعل إلى الرئيس الذي ينتخب من طرف الشعب الجزائري، ومن ثم هو يبني هذا على فتوى غير دستورية وغير قانونية من المجلس الدستوري، من رئيس المجلس الدستوري الذي عينه هو بنفسه. إذن نفس الممارسات التي كانت تمارسها العصابة هي ما زالت نفس الممارسات، هو يعين رئيس المجلس الدستوري. وهنا كيف تفسر هذا التشبث يعني وجوه من العصابة كما يسميها قائد أركان الجيش؟ كيف تفسر قائد أركان الجيش يتمسك بهؤلاء ببدوي وببن صالح وافتتاحية الجيش كأنها طبعا في نفس السياق في نفس خطاب وما يقترحه بن صالح؟ الذي يتمسك بهؤلاء أنهم ينفذون ما يطلب منهم سواء في التعيينات أو في التوقيفات الغير دستورية الذين يقومون بها من حين إلى آخر، لأن هؤلاء لا يناقشون، لأنهم إذا جاءوا برجل آخر يرضى عنه الشعب الجزائري فيستمد شرعيته من الشعب ومن ثم يناقش القرارات. ونحن نعرف بن صالح هو الرجل الذي لا يناقش القرارات، وهو الذي يدوس على القوانين، وهو الذي داس على الدستور من قبل، وهو الذي جعل مجلس الأمة منبر للعهدة الثالثة والرابعة والخامسة، وهو الذي وضع جميع القوانين دون أن يناقشها مرة من المرات، ومن ثم يرون بأن هذا الرجل المناسب في الوقت المناسب كي يمرر كل شيء بدون نقاش. كذلك الشأن بالنسبة لرئيس الوزراء وهو بدوي كبير المصورين الذي زور عبد الاستمارات وأهان البلد عندما استقبل من نائب رئيس بلدية في مكة للأسف، كان الأول وهو الآن متهم كذلك بتزوير حتى جوازات السفر لصديقه حداد. هذا كله في الحق أمام كل هذه المهازل الذي أصبح هؤلاء لا يمكنهم النزول حتى إلى الملعب كي يسلموا الكأس للفريق الذي فاز بكأس الجمهورية، ويرسلوا يعني وزير مرفوض من طرف الشعب الجزائري وقد رفضه كذلك. يعني بالمناسبة نهني يعني فريق شباب رجايا الذي رفض مصافحة هذا الرجل. تمنينا لو أن جميع اللاعبين والفريقين رفضوا. طيب. ولا سنأتي إلى هذا، ولكن القانوني والغير دستوري. طيب سنأتي إلى هذا، سنأتي إلى هذا المحور، ولكن ما رأيك الجزائريون كذلك الآن في جمعة أمس كذلك والجمعة السابقة وقبلها الشعارات كانت موجهة بشكل واضح ضد قايد صالح، كيف تفسر كيف تقرأ ذلك دلالات هذا وأبعاده؟ هو بالنسبة للحراك هناك من يريد أن يشتت الحراك، وهناك من يريد أن يندس داخل الحراك كي يقسمه، كما رأيت البارحة في ولاية قسنطينة وقد حضرت الحراك هناك، فأصبحت مربعات مربعات، كل مربع ينادي بشعارات غير متفق عليها، ومن ثم التآمر اليوم على الحراك هو قائم لتشتيت الحراك بعدما حاولوا بتشتيته عن طريق الجهوية بتقسيمه هذا عربي وهذا قبائلي وهذا إلى غير ذلك. فاليوم هناك العصابة ما زالت تخطط لتشتيت هذا الحراك بكل الوسائل، ومن ثم هي تستعمل جميع أذرعها السياسية والمالية والإعلامية للتآمر على الشعب الجزائري. طيب ولكن كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني الذين ينادون العصابة هي التي بقايا العصابة هي التي وراء هذه الشعارات ضد قايد صالح في رأيك؟ هذا ما تقوله؟ بقايا العصابة اليوم التي راهي موجودة في جميع دواليب السلطة والتي أوجدتها العصابة وهي موجودة، وإلا كيف نفسر مثلا في ولاية قسنطينة أن يؤتى بالحافلات بحوالي 300 شخص في الحافلات ويحجز لهم في فندق إيبيز في قسنطينة، ونحن نعلم يعني هذه التكاليف معناه هناك تمويل من طرف جهات معينة وهي من أبناء العصابة التي ما زالت موجودة في السلطة كي يقوموا يعني بالمسيرات ويشاركوا فيها في قسنطينة بشعارات ضد خاصة
وجب اليوم على الشعب الجزائري أن ينتبه إلى هؤلاء. فكما يرفض بن صالح ويرفض العصابة ويرفض أجناب العصابة التي تقاوم. طيب ولكن كيف هذه عصابة نفس العصابة اللي فيها بدوي وبن صالح، هناك عصابة دير شعارات، وماذا عن شعارات أخرى في مناطق أخرى في العاصمة وفي في عنابة في واد سو في مناطق أخرى، هذه كذلك فيها مندسين. الشعارات يعني الشعارات المتفق عليها وهو ذهاب العصابة وأذناب العصابة من بن صالح لأنه ليس صالح، وبدوي الغير صالح، وكل العصابة، ويترك الشعب الجزائري أن طيب. يتحاور فيما بينه لإيجاد الحلول المناسبة. ولكن ما ردك على الذين يقولون بأن هذه الشعارات موجهة لقيد صالح لأنه هو الذي يتشبث بابن صالح وبدو؟ نحن لا يهمنا من يتشبث به، ولكن هذا الرجل الذي نصب نفسه رئيس للدولة عليه أن يتحمل مسؤولياته، فهو رئيس للدولة غير شرعي. ولكن كنت تقول نختار بأنه نصبوه، كيف نصب نفسه؟ نصبه نعم، ولكن يتحمل مسؤوليته لأنه بنى يعني تنصيبه كرئيس للدولة اليوم بفتوى غير دستورية وغير قانونية، وضعها المقاس من أي رئيس المجلس الدستوري الذي عينه بن صالح، ومن ثم مسؤوليته كبيرة. فالشعب يرفضه ويرفض حواره، ومن ثم نحن نطالب بأن يكون الحوار مع لجنة تتكون من أشخاص يرضى عنهم الشعب الجزائري، يتميزون بالنظافة وبالخبرة ولهم ماضي سليم إلى غير ذلك. هؤلاء من يقومون بالحوار مكان هؤلاء هذه العصابة المرفوضة من طرف الشعب الجزائري. طيب ابقى معنا الأخضر بن خلاف لو سمحت الحكومة. لو سمحت ابقى معنا. مراد صالحي ما رأيك الصورة الموقف بالنسبة للأخضر بن خلاف؟ هناك من يتلاعب في موضوع شعارات قايد صالح أو ضد أخي جمال صالح. أخي جمال من فضلك لا تقاطعني، سأكون مؤدبا ومحترما كالعادة وأكون صريح ووجيه. الأخ البرلماني بن خلاف تكلم على عصابة وتكلم على من نصبوه، أنا أقول من هذا المنبر اليوم الشعب الجزائري يتحرر، فعليك أن تتحرر أخي الكريم، وذاك من لغة الخشب. أنا أحترمه جيدا كشخص، ولكن كبرلماني سابق أو حاضر أنا لا أعلم هل هو ما زال برلماني أو لا. خلينا في نقاش الأفكار رجاء مراد، خلينا تفضل. بارك الله فيك، خليني في الأفكار، أنا جايك الأفكار، بارك الله فيك. يجب على الأخ بن خلاف يقول على أن الشعب الجزائري قال القايد صالح رئيس العصابة الحاكمة الذي يتلاعب بالشعب الجزائري قال له ديجاج. يجب عليك أن يتحرر أخي بن خلاف وتقول الأمور، وما نبداوش نقولوا بن صالح هو كل شيء، لازم نكونوا منصفين. بن صالح بجرة قلم أو بجرة يعني هاتف يقيلوا القايد صالح ولا المجموعة العسكرية. دعونا من هذا الكلام من فضلكم. سامحني أخي جمال، الشعارات كانت واضحة، الشعب الجزائري يرفض يعني كل رموز السلطة بما بها القايد صالح وبما بها الحكم العسكراتي. الشعب الجزائري لا يريد الحكم العسكراتي، الحكم العسكراتي هو السبب، هو اللي جعل للعصابة تعبت في البلد، فهذا حقيقة، لأنهم أصحاب قوة، أصحاب قوة متحكمين على رقاب الجزائريين منذ الاستقلال. أنا أقول من هنا الطبقة العسكرية تاع الشعب الجزائري الجيش خوا هم سليل جيش تحرير، ولكن الطبقة المتحكمة قيادة الجيش هي سليل جيش الحدود، وأنا أزن كلامي. فلهذا ما نبداوش نكذبوا على الشعب الجزائري، مسؤوليتنا كلنا جزائريين لازم علينا نتحملوها اليوم ليس غدا، لازم نقولوا الأمور بمسمياتها ولازم نقولوا الكلام في وقته. دعونا من الكذب على الناس أو المراوغة حتى يعني في تقديم يعني فكرة أو رأي للرأي العام، هذا ما حبيت نقوله أخي جمال. طيب طارق مرح ما رأيك والوجهة نظر الأخضر بن خلاف أنه برغم أن هناك شعارات تبدو واضحة موجهة ضد قايد صالح، ولكن بالنسبة للأخضر بن خلاف هناك إن فيها، ويقول في قسنطينة جابوا 300 شخص وهما بحسب ما فهمت منه هما اللي شعارات ضد القايد صالح، مع أنه طبعا ظهرت شعارات في مدن أخرى وبشكل خاص في العاصمة يتحدث عن عصابة ما زالت هي التي تقوم بهذا.
ولكن قسنطينة ولاية مليونية، إذا كانوا هما 600 أنتم راكم أكثر من مليون. ثم أنه مسألة الاختلاف مسألة مطروحة ومسألة عادية خاصة في الوقت الراهن. وحدة الشعار ووحدة الرأي يتسم بها النظام الاستبدادي، أما اختلاف الشعارات هذا مع هذا مع اليسار هذا مع اليمين هذا مع شعار ما تاع فلان هذاك ما تاع علان، هذا أمر منتظر وأمر نحن ننتظره. ولكن غالبية الجزائريين الذين نراهم يوميا في الشاشات في مواقع التواصل الاجتماعي الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم في الداخل وفي الخارج انسجموا في شعارات تقريبا متقاربة، يعني تذهب في عدم المشاركة في انتخابات تحت إشراف هؤلاء يعني اللصوص والمزورين، كذلك تذهب الشعارات في سياقات يعني تقريبا موحدة، وهذا أمر يعني عادي. أما من رفع شعارا مضادا أو مخالفا لهؤلاء نحن نحترمه كديمقراطيين ونحترمه كحقوقيين ونحترمه كجزائريين. أما إذا تم تمويله من فلان أو علان فما على المناظرين إلا أو من يسمي نفسه مناظرا إلا أن يوثق الظاهرة وعنده مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا خالف هؤلاء القانون قدام العدالة هذا مكان. طيب حكيم أصباحي ما رأيك؟ حكيم أصباحي هل أنت معنا؟ هل تسمعني الآن؟ أسمعك نعم. قلت أريد أن أتوقف عندما قال الأستاذ الخلاف أنه الشعارات المتفق عليها وكذا. هو الجميل في الثورة الشعبية الجزائرية السلمية راهنة أنه الشعب اتفق على غير اتفاق، بمعنى أنه نفس الشعارات لم يلتقي الشعب لم من مختلف المدن. عندما حدثت بعض المحاولات للتشويش على الشعب الجزائري وقيل أن فقط منطقة القبائل هي التي ترفع شعارات على ضد قائد الأركان، انتبه الجزائريون في مختلف مناطق الجزائر للأمر وأصبحوا يسجلون يبثون أولا مباشر ويرددون الشعارات ذاتها، ولاحظتم من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق كذا. الآن بالنسبة لقسنطينة، أنا كنت في قسنطينة خلال هذا الأسبوع أيام العيد. قسنطينة كبيرة، قسنطينة فيها الملايين، انبهرت مجموعة قليلة سواء كانت تعبر عن قناعتها أو سواء قبضت الثمن لتردد شعارات معينة. هذا لا يضر أبدا الحراك الشعبي أو كما أفضل الثورة الشعبية السلمية الجزائرية، لا يضرها على الإطلاق. هذه الامتحانات الصغيرة تختبر قوة قرار الشعب الجزائري وثباته ووعيه وأيضا ذكائه في التقاط هذه المشاكل الصغيرة في الوقت المناسب ومواجهتها. أنا لا أخاف من هذه المجموعات الصغيرة التي تظهر هنا وهناك أو لافتات. أحيانا نجد نحن لافتات مندسة بيننا في مربع الأساتذة، ينتبه الشباب أو زملائي مباشرة ونعالج الأمر. الحالة عامة الثورة الجزائرية حالة عامة جماعية تشمل الجزائر كلها. طيب. لا يجب أن نتوقف عند هذه الحوادث العرضية. طيب. ربما نستوضح. نعم. حكيمة أعود إلى الأخضر بن خلاف استوضح منه. تقول 300. نعم. شخص أستاذ الأخضر بن خلاف، يعني 300 شخص جاءوا من خارج قسنطينة جابوهم في كارات وحجزوا لهم في فندق، لا يعني ولا أحد انتبه لهم وسجلهم ووثق من دفع، أنت قلت بأنهم مدفوعين، من دفع لهم هذا؟ وهل هناك إثبات على هذا الكلام؟ هل عندك إثباتات على هذا الكلام؟ يعني 300 شخص من خارج قسنطينة غير معروفين جاءوا هكذا ورددوا شعارات ضد القايد صالح؟ هو ما أتمناه أن لا يتحول الحوار إلى انتيروغاتوار شبيه بليزانتيروغاتوار تاع مصالح الأمن، ولكن الأصل أن يبقى الحوار في مستواه كي نناقش الأفكار ونناقش المعطيات بدقة حسب ما سردناه من وقائع. ذكرت ولاية قسنطينة لأنني كنت حاضرا ورأيت بأم عيني
ورأيت وعندني المعطيات الكافية عمن يقف ضد مع هؤلاء ومن أرسلهم ومن مولهم إلى غير ذلك. بغض النظر أنا لم أتكلم عن الشعارات المتعلقة بجي صالح، لأن هؤلاء كما كانوا يتكلمون على جي صالح هم كانوا يقولون بكل وضوح لا نريد دولة بديسية ولا نريد دولة نوفمبرية، ومن ثم وضع الحديث في اتجاه معين للكلام حول موضوع معين. انا لم اطرح هذا الامر. طيب ولكن انت قلت بانه الاخضر استاذ الاخضر تقول بانه 300 شخص جاءوا القسنطين، يعني هل استطاعوا فرض انفسهم على الاف؟ 300 شخص، اسمح لي، قسنطينة ليست 300 شخص، قسنطينة خرجت فيها المسيرات كما خرجت في الولايات الاخرى بمسيرات مليونيه. اما الان عندما نحصر العدد في رقم ذكرته كما ذكره صديقك من هناك الذي يقول لابد ان نتحرر، نتمناه ان يتحرر ويدخل الى الجزائر ونناقش مثل هذه الامور كجزائريين. اما ان يبقى هناك ويتهمنا بلغه الخشب، فالشعب الجزائري يعرفنا سواء في الداخل وفي الخارج، نحن من وقف ضد لغه الخشب ونحن من رفض لغه الخشب، ونحن عندما نتكلم لم نسمع صوتا لهؤلاء. مع احترامي للاخ مراح الذي احترمه وهو من المناضلين الذين دائما معنا في الميدان، اما الاخرين الذين يستغلون هذه الفرص للحديث او حول بعض الامور التي لا يحتاجها الشعب الجزائري، ونركز على شعارات معينه التي يعني تخدم بعض القنوات معينه التي تريد ان توصل بالحراك الى اهداف معينه، نحن ما يهمنا اليوم هو هذا الحراك المبارك الذي اعطى ضغطا كبيرا للعالم كله بسلميته وبشعاراته. ما يهمنا كذلك وضع البلد الخطير وخطير جدا الذي يريد الاعداء والخصوم من اذناب فيروس ان يحطموا هذا البلد، ويتآمرون على هذا الشعب ويلتفون حول الاستجابه على مطالب الشعب. هذا ما يهمنا في الحقيقه، وهذا ما يجب ان يناقش. طيب يعني من لا يستجيبون، من لا يستجيب، اسمح لي كي نؤكد خياركم في اتجاه معين بان هناك شعارات رفضت ضد علان وعلان. المؤسسه العسكريه ليست بن صالح، وبن صالح ليس المؤسسه العسكريه، ومن ثم نحن نقول اليوم المؤسسه الوحيده التي بقت هي مؤسسة الشعب الجزائري وفخامة الشعب الجزائري بمؤسسته العسكرية التي أمنت هذه المسيرات وحفظت دماء الجزائريين. ولنا مثال على ما يقع في السودان، والتي تعهدت بمحاربة الفسد والمفسدين، والتي التزمت كذلك بفضح المتآمرين في الداخل وفي الخارج. فنحن نشيد بكل هذه الالتزامات وبكل هذه الأمور، ومن له مشكلة شخصية يريد أن يصفي حسابته مع فلان أو علان، نحن لسنا من هؤلاء الذين يتكلمون عن الأشخاص ويتركون ما يهم الشعب الجزائري. طيب ما يهم الشعب الجزائري هل في هذا الوقت بالذات؟ ما يهم الشعب الجزائري انتقال ديمقراطي وتغيير، هل تعبر عنه افتتاحية الجيش؟ افتتاحية الجيش تكلمت على الحوار بين الجزائريين، ولكن نحن نسأل مع من يكون هذا الحوار وكيف يكون هذا الحوار وما هو موضوع الحوار. الحوار لا يكون مع بن صالح ولا يكون مع بدوي ولا يكون مع العصابة، ولنا نظرتنا في الحوار وقد طرحناها بكل وضوح. طيب. على أن يكون هذا الحوار يديره أولا أن يكون سيدا وأن يكون ملزما، وقرارته ملزمة تديره مجموعة من الأشخاص يرضى عنهم الشعب الجزائري بوجود المؤسسة العسكرية كممثل، كي هي التي تلتزم كضمان لتطبيق ما يتفق عليه. طيب ولكن الذين يقولون بأن هناك التزام، أنت كنت تقول من يلتزم، من يتشبث ببن صالح وبدوي؟ نحن لا نتشبث ببن صالح، وهو مرفوض من طرف الشعب الجزائري، ومن ثم من يتشبث به فقد خرج ضد قرار الشعب الجزائري. طيب خليك معنا استاذ الاخضر، ساعود اليك لو سمحت، اعطي فرصه للضيوف الاخرين. مراد صالحي، اخي جمال، دعني يعني نقول لك من عين بن صالح. من عين بن صالح هو المؤسسه العسكريه
المؤسسة العسكرية اللي يمثلها القايد صالح. ونحن نعلم أن القايد صالح مش لوحده، هناك يعني مجلس عسكري هذا معروف راه في الخفاء يعمل باش يحاول يعني يلتف على الثورة الشعبية، وهذا أصبح واضح. نحن نحب الجزائر، ونحن ليست لنا مشكلة مع أشخاص، ولكن لنا مشكلة مع مواقف، مع مواقف لم تكن في وقتها ولم تأدي في وقتها ولم تقدم شيء للشعب الجزائري. فهذه المواقف التي لم تقدم الشعب الجزائري في إطاراتها الحزبية، وأنا لا أقصد الأشخاص، ما يمكنش اليوم تعطينا دروس على الوطنية وعلى فرنسا. أذكر أخي البرلماني لما جاء الرئيس ساركوزي في برلمانه، كان هو برلماني والرئيس الفرنسي كان داخل قبة البرلمان، هذا البرلمان اللي ما استطاعش يحاسب القايد صالح ولا يكونفوكي القايد صالح ولا بوتفليقة، دعنا من هذا. طيب اليوم خلينا لكي لا نشخص، يعني خلينا نبقى في نقاش الافكار ما نشخصوش اليوم الكل يعرف انه صاحب القرار هي المؤسسه العسكريه، وهذا ثبت، والشعب الجزائري خرج بسعاراته ويقول دوله مدنيه مش عسكريه، هذا هو لب الموضوع. القايد صالح كيما عينوه ينحيوه، وبدوي كيما عينوه ينحيوه، والعصابه اللي قال عليها القايد صالح على انه هذا الكلام تاع العصابه اصبح موضه في الجزائر منذ كلام بن صالح، أما نحن قلناه يعني منذ سنوات. هذا الكلام تاع العصابة، القايد صالح للأسف هو يعني جزء من العصابة، فعلى القايد صالح والجنرالات أن يخرجوا للشعب الجزائري ويقولوا نعم نحن أصحاب القرار، وتعالوا لطاولة الحوار، وأنا ذاك الشعب الجزائري سيحاورهم على مرحلة انتقالية. ما كانش انتخابات في ظل هذا النظام اللي فيه بن صالح نعم، وفيه بدوي، وفيه حتى القايد صالح. هذا مش كلام مراد صالحي، هذا كلام يعني الشعب الجزائري عبر 48 ولاية، والشعارات يعني كانت صريحة وكانت يعني واضحة. فاليوم الشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية وكل الناس لولا خروج الشعب الجزائري الذي حرر الجميع، لا يجب علينا نتحرر حتى في الكلام، وما يجبش يكون عندنا مناوغة الكلام، وكأنه هذا يا بن صالح له أهمية كبيرة، هو لا يساوي شيء القايد صالح بالنسبه للشعب الجزائري، لا بدوي ولا القايد ولا بن صالح عفوا. اما هو المسؤول الحقيقي، لا يجب علينا ان القايد صالح يخرج، هو صاحب القرار، والمؤسسه العسكريه هي صاحبه القرار. والضغوطات الخارجيه راهي تندار على المؤسسه العسكريه مش على بن صالح، فلهذا يجب تكون صراحة مع الشعب الجزائري اذا كنا يعني حقا نحترم هذا الشعب. طيب يبقى معنا مراد صالحي. إلى خالد نصار وزير الدفاع الأسبق، من كان يسمى بأنه يحيي ويميت بين قوسين في جزائر التسعينات، وما حدث له في مطار أورلي بباريس، ثم نعود. طارق مراح، ما تعليقك على ما حدث لخالد نزاري؟ نعم، هو يعني من العادة أن يطارد رموز أي نظام استبدادي في العالم على هذه الشاكلة، خاصة إذا كان فارا في دولة أجنبية، وهكذا عندما يلاقي مواطنين في دولة أجنبية هكذا دائما يتعرضون إلى السب والسباب والشتائم وإلى مشدات والى كثير من هذه المظاهر، يبدو لي انها ظاهره عاديه
الجزائريون يعرفون بانه او عموم الجزائريين يعرفون بانه هذا الجنرال ضالع في توقيف مسار انتخابي، ارتكب مجازر سياسيه، مجازر حتى اخلاقيه، ومتهم بمجازر دمويه كذلك، وبالتالي فانه الجزائريين سيتعاملون به معه على هذه الشاكله، ومن المنتظر ان يتعامل معه الجزائريون ومع غيره ومع اقرانه بفظاظه وغلظه. الجزائريون هم هكذا دائما يكرهون المستبد، يكرهون من كان ظالعا في مجازر وفي مشاكل تسبب فيها للجزائريين، وبالتالي فان الظاهره اراها انه هي ظاهره عاديه وفي جاءت في سياق. طبعا لكن اللافت انه كان هناك من تهجم على قايد صالح، على خالد نزار بالاحرى، كان يشيد بالمؤسسه العسكريه وقايد صالح. نعم، فيه اشاده بالقايد صالح، يعني فيه اشاده بالقايد صالح وبالمؤسسه العسكريه. يبدو لي انه الامر قد التبس على هذا الشخص، ومنادات او منشد يعني تمسكه بالقايد صالح وبالمؤسسه العسكريه لا يبدو لي انه يعني هكذا يعني مرسه لاول، ولكن كان هكذا، كان يشيد بالمؤسسه العسكريه وبالقايد صالح لانه يرى، لانه كان في موضع كان لابد عليهم ان، ثم انه اخذ نظر هذه المؤسسه العسكريه، يعني هو من جاء هبط يعني بالباراشوت، هو بالمؤسسه العسكريه. يبقى معنا طارق مراح. حكيم صباحي، ما رايك فيما حدث لخالد نزاري؟ في التعذيب والتنكيل بالشعب الجزائري، حان وقت الحساب الشعبي، يعني وين ما يروحوا، فسواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر، ولقد فهموا هذا جيدا، أن الشعب الجزائري لم يعد يحتمل وجودهم على الإطلاق، لو يخرجون للشارع سيندمون، إذا فهموا هذا جيدا، ولم يخرجوا اليوم إلى ملعب بليدة في كأس الجمهورية في سابقة أولى في الجزائر. ولاحظتم ماذا حدث، بصعوبة حضر الوزير، بصعوبة كبيرة بقي الوزير في الملعب. إذن بالنسبة إلي نكره، ما نحاولش نفلسفها بزاف، ما ندخلش في الأخلاقيات وكذا، فما بالصورة العفوية والطبيعية تاع الشعب، أنه كل واحد وبدوي وبن صالح فيما يخص الملعب اليوم في نهائي كأس الجمهورية كانوا عارفين بأنه، ولهذا نعم. لم يحضر. نعم، المش شوف استاذ جمال الدين، تعرف مستحيل ان يصل وقت مثلا يرجع الشعب الجزائري يحترم هؤلاء الاشخاص، يفهمون جيدا ويتعمدوا على الخساره، على بالهم بلي الشعب فقد الثقه، ويعرفون يناورون عن طريق بالكلام. لست أدري إن كان من باب الحماقة، أو أنا متأكدة أنهم يرتكبون حماقة عمرهم الآن، وهم يمددون في الوقت، لأن كل تمديد للوقت للأزمة التي يعيشونها هم في الأعلى يقوي الشعب الجزائري ويجعله ينظم نفسه أكثر فأكثر. شكرا جزيلا لك حكيم صباح، الأستاذة جمعية. أستاذ الأخضر بن خلاف، ما رأيك فيما حدث لخالد نزار في باريس؟ لأن من ارتكب الإجرام في حق الجزائريين في التسعينات تبقى هذه الجرائم تلاحقه إلى يوم الدين، ولكن الفرق بين من فعل الإجرام في التسعينات في حق الجزائريين عندما كان على رأس المؤسسة العسكرية، فهناك فرق شاسع بمواقف المؤسسة العسكرية اليوم، ومن ثم لا يمكن أن نخلط عملا صالحا وعملا سيئا، ولا يمكن أن نقول من أوصل الجزائر في التسعينات إلى ما وصلنا إليه، وكانت الفاتورة غالية وغالية جدا، 250 ألف قتيل، وخسارة 25 مليار دولار، وزيد الألاف من المفقودين إلى غير ذلك. نحن لا نريد اليوم أن يتكرر ما وقع، لأن من سير البلد من هؤلاء الذين ما زالوا يتهورون ويضربون بكل ما في أيديهم، سواء كانت سلاح أبيض أو عصا أو بندقية، فهؤلاء من ارتكب الإجرام في حق الجزائريين فاليوم فرق شاسع، من يؤمن مسيرات
المليونية التي تقع في الجزائر، ومن ثم لابد أن تمتاز بعض القنوات بالموضوعية. وإذا كنا طيب ولكن من هنا اسمح لي نكمل إذا كنا نلوم بعض القنوات في الجزائر كانت لها مواقف يعني فيها ضبابية كبيرة وقت الأزمة مع العصابة، فنحن نناشد اليوم بأن تكون جميع القنوات تنقل الخبر بموضوعية كي لا تفسد على الجزائريين حراكهم وسلميتهم، كي يحققوا الهدف الذي وضعوه من هذا الحراك المبارك الذي أبهر العالم. طيب ولكن من ينقل وسائل الإعلام من داخل الجزائر تنقل وتقول أنه كان هناك تعتيم أو منع وتقييد على وصول الجزائريين العاصمة للتظاهر، كان هناك غاز مسيل للدموع، هؤلاء يبالغون كذلك لا ينقلون الحقيقة؟ هذه أمور موجودة وشهدناها كذلك، ولكن نحن رفضناها في وقتها وما زلنا نرفضها، ونطالب السلطات الأمنية بأن توقف كل هذه الحواجز الأمنية التي لا تترك الجزائريين للوصول إلى المسيرات. نعم لابد من هناك مراقبة أمنية كي لا يقع ما لا يحمد عقباه في المسيرات، ولكن لابد من تخفيف هذه الحواجز كي يتمكن الجزائريين من الوصول إلى الساحات وإلى المسيرات وفي كل وخاصة ولاية العاصمة، وهذا ما نددنا به ونبقى نندد به. طيب. كي يبقى الجزائريون أحرار في بلدهم يصلون إلى مسيراتهم ويقومون بها بسلمية كبيرة وبأسلوب حضارية كبيرة أظهرت العالم لحد اليوم. طيب. وهذا ما نتمناه كي تتحقق الأهداف المرجوة من هذا الحراك المباشر المبارك ومن هذه الهبة وهذه الهبة الشعبية وهذه الثورة الشعبية التي يقوم بها الجزائريون اليوم. طيب من يمنع وصول تحقيق الجزائريين لمطالبه؟ نعم، من يمنع الآن الجزائريين، من يقف حاجزا أمام تحقيق الجزائريين لمطالبهم وهو الذين يخرجون بسلمية؟ كل من يلتف حول مطالب الشعب الجزائري وكل من يتمسك بهذه برموز العصابة الغير شرعيين والذين طالب الشعب الجزائري بذهابهم وعبر عن ذلك بمسيرات مليونية هي كانت بمثابة الاستفتاء، فهذا يقف ضد مطالب الشعب الجزائري. فهو على هذا الأساس فالحراك لا بد أن ينظم ولا بد أن يفعل ولا بد أن يقوى حتى يعني يرفض كل هذه الممارسات الخفية التي يراد منها إفشاله حتى تتحقق جميع المطالب غير منقوصة. وما نراه اليوم من وضع قوانين أو عندما ندعو إلى الحوار ونكلف الحكومة بوضع قانون المتعلق بهذه الهيئة التي تشرف على الانتخابات، هذه مناورة، لأن القانون العضوي أو المشروع قانون العضوي وضع في بداية ماي وبلغ للحكومة في 14 ماي حسب مراسلة الأمين العام للحكومة، ورغم والوثيقة المسربة التي اطلعنا عليها فهم يريدون أن يبعدوا الداخلية من الباب ويدخلونها من النافذة، فهذه الوثيقة أعطت صلاحيات واسعة. طيب. للولاة كي يعينوا أعضاء اللجان الانتخابية، وأعطت كذلك صلاحيات واسعة للنواب العامون كي يعينوا القضاة على مستوى اللجان الانتخابية الولائية، ونحن نعرف دائما أن الانتخابات كانت تزور عن طريق المؤطرين، واليوم ما زال الوالي هو الذي يعين المؤطرين على مستوى المكاتب والمراكز، ومن ثم فحليمة تريد أن تبقى على عادتها القديمة. طيب. ومن ثم هذا المشروع هو مرفوض بهذه الصيغة التي ما زالت الداخلية والعدل تتحكم في الأمور المتعلقة بالانتخابات، وعلى هذا الأساس لابد أن تراجع كل الأمور. طيب. وتوضع هناك لجنة يعني تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، حتى الإعلان على النتائج أعطوا لهذه السلطة كما سموها الإعلان المؤقت. طيب. أما الإعلان النهائي أعطوه إلى المجلس الدستوري كي يتصرف في نتائج الانتخابات سواء كانت تشريعية أو طيب. كانت انتخابات مجلس الأمة أو انتخابات رئاسة الجمهورية يتصرف فيها كيف يشاء، ومن ثم نحن نرفض هذه الازدواجية في المواقف وهذه الازدواجية في الخطاب
وهذا التلاعب وهذا الالتفاف حول مطالب الشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك الأخضر بن خلاف البرلماني عن العدالة والتنمية. ولكن من يتلاعب مراد صالح؟ من يلتف على مطالب الشعب؟ من يفرض هؤلاء؟ من يقف أمام تحقيق مطالب الشعب؟ نعم أخي جمال، عمليا هو مؤسسة الجيش، فلهذا منذ حراك 22 فبراير كل يعني الخطابات اللي كانت متوجهة كانت متوجهة من طرف المؤسسة العسكرية الممثلة في القائد صالح يعني قائد الأركان من كل يعني التكنات أسبوعيا، يعني كان هو النطق الرسمي باسم الدولة الجزائرية للأسف أو السلطة. فنحن نعرف والكل يعلم على أنه المؤسسة العسكرية هي صاحبة القرار، فدعونا من هذه اللغة. قضية نزار أخي جمال، إحنا جزائريين كنا نستنى في البرلمانيين ممثلين الشعب أن يقفوا في البرلمان ويقولوا على قانون المصالحة الوطنية أو المخادعة الوطنية اللي يعني برأ الجزار وجرم يعني الضحية. كنا يعني نستنى ردة فعل أو وقفة، وللأسف ما كانتش، فلهذا أصبحت المحاكمات ولا المتابعات عشوائية، وهذا طبيعي عند الطاغية والطغيان عموما عبر العالم، فهم ملاحقين عبر التاريخ أو عبر الأشخاص أو عبر يعني المحاكم. نحن كل ما نرجاه أن تكون هناك دولة قانون وأن يحيلوا إلى العدالة كل من تسبب في قطر الدم أو في يعني دينار جزائري واحد من الفساد، أن يمثل أمام قاضي عادل وتكون له كل الحقوق، وتكون إلى برء القضاء فهو بريء، وإلى يعني جرم القضاء فهو مجرم، ويروح يعني يخلص كيفاش يقولوا السجن دياله. هذا كل ما نتمناه. نحن لسنا هنا لحسابات شخصية أبدا أخي جمال، نحن ناس تاع مبادئ وتاع مواقف، ولا نزكي أنفسنا على الله، فالكلام في وقته دواء. نحن نعرف والكل يعرف على أن الكلام اليوم في الجزائر أصبح يدور حول المؤسسة العسكرية، لا أحد يتكلم على بن صالح وعلى بدبي، فالمؤسسة العسكرية. ولكن الأخضر بن خلاف كان يقول أنها وقفت مع هذا الحراك وحمته. كيف وقفت معه وهي التلاعبات؟ في أول خطاب قال المغرر بهم. هل نحن اللي قلنا المغرر بهم؟ هل القائد صالح والمؤسسة العسكرية مش هما اللي قالوا العهدة الخمسة، انتخابات العهدة الخمسة، ويكون يعني الجيش راح يأمن ويأطرها ويتابعها؟ مش القائد صالح اللي قال المادة 102 وبعد 7 و8 ونسانا وتغفل علينا؟ مش القائد صالح اللي راه يقول يعني الناس مغرر بهم وكل هناك يعني ناس ما كانش ساحة سياسية وما كانش شخصيات وطنية وعلى أنه يعني الجزائر أصبحت لهم؟ مش القائد صالح اللي قال الكلام هذا؟ فدعونا من هذا من هذا الكلام. نحن لا نتهم القائد صالح، نحن نتكلم على وقائع، فهذا تحليلنا وهذا رأينا أخي جمال. شكرا لك مراد صالح الناشط السياسي من سويسرا، كنت معنا عبر السكايب. طارق مراح في دقيقتين خلاص نقاش لو سمحت. طارق مراح هل تسمعون؟ يبدو أنه طارق مراح لا يسمعني والبرنامج للأسف انتهى. على كل نشكرك جزيل الشكر طارق مراح على مشاركتك معنا، وكل الضيوف شكرا جزيلا لكم. للأسف نلقاك في فرصة أخرى طارق مراح. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.